طبعا لزميلنا كريم احمد من رئيس القناه الاهلي واللي متواجد طبعا في مقر اقامه النادي الاهلي في برج العرب. يا كريم مساء الخير عليك. ليك زميلي امير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين ايضا. كمان تحياتي الكابتن ياسر عبد الرؤوف ضيفك في الاستوديو. اجواء اكثر من رائعه، تركيز كبير يا امير هنا في فندق الاقامه كعاده طبعا فريق النادي الاهلي قبل هذه المباريات القويه جدا. مباراه نهائي ان شاء الله تكون من نصيب الاهلي، 180 دقيقه، بنتمنى 90 دقيقه الاولى تكون من نصيب النادي الاهلي وال90 دقيقه الثانيه باذن الله نرفع الكاس في تونس ومنها ان شاء الله الى كاس العالم للانديه كالعاده. امير طبعا لو بنطمن كل جمهورنا كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان على الحاله المعنويه، حاله التركيز الكبيره هنا في فندق الاقامه اللي اكيد ان شاء الله تنعكس بشكل كبير على لعيبه النادي الاهلي. يمكن كابتن محمد يوسف مستر باتريس كارتيرون، محاضرات مستمره، جلسات مستمره كمان مع اللاعبين بشكل فردي بشكل جماعي. حضور الكابتن محمود الخطيب ليه تاثير كبير جدا، مساندته كان متواجد من 48 ساعه قبل النهارده كمان يوم المباراه. مجلس الاداره توافد النهارده على فندق الاقامه، الكل متواجد في مسانده النادي الاهلي. ايضا كمان الاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن الرعايه للنادي الاهلي متواجد ليه هذه المباراه الهامه جدا. الكل يعني الكل خطط، كل الاداره خططت، دعمت جمهور، حاول ان هم يحاربوا بشكل كبير جدا ان يصل هذا الجمهور الكبير 60,000 مشجع ان شاء الله يكونوا في النادي الاهلي. الحقيقه يمكن زي ما بنقول يعني الجو رائع، الجو مميز، الجو كله باذن الله يصب في مصلحه النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان يمكن زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي في هذه المواقف بتبان، لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه في المباريات الصعبه دي بتبان. لعيبه يمكن لو مصابه، اللعيبه لو عندها اي اجهاد، احمد فتحي عايز اكد عليه، احمد فتحي كان ليه كلمتين كده قال انا لو برجل واحده يا امير اقدر العب هذه المباراه نظرا لاهميتها. كل اللعيبه الحمد لله في حاله تركيز كبيره، الناس كانت بتقول ان عندنا بعض الاصابات، الحقيقه يمكن هشام محمد بس هي الحاله الوحيده اللي احنا تابعناها امس في المران الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد برج العرب. يمكن هشام العضله الخلفيه بتعوقه شويه عن هذه المباراه، لكن في تجهيز كبير جدا من الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود لتجهيز هشام محمد في مباراه العوده، مباراه 9 ان شاء الله في استاد رادس. ايضا كمان تقنيه الفار يا امير هتكون ليها اهميه كبيره جدا جدا في هذه المباراه ومباراه العوده ان شاء الله كمان. لكن يمكن امبارح كانت في لفته طيبه جدا، لعيبه النادي الاهلي حضرت بشكل جماعي في القاعه الخاصه هنا في فندق الاقامه، تابعوا الفار، الحالات اللي هيبقى فيها اعتراض عليها عامله ازاي. الحقيقه يمكن مجهود كبير جدا بيبذل من الطاقم التحكيمي الاتحاد الافريقي، الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. ايضا كمان محاضره اخيره وفنيه هتكون اخيره هنا في فندق الاقامه بالنسبه لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف ولاعيبه النادي الاهلي لوضع كل النقاط على الحروف بشكل عام. الخطه خلاص موضوعه، صفحه مقريه نادي الترجي التونسي قدام النادي الاهلي، لكن التشكيل بشكل عام اللي احنا نقدر نقول يا امير او التشكيل المتوقع ان لم يكن هو التشكيل الرسمي ان شاء الله لهذه المباراه. شناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وسليف كولوبالي وسعد سمير وايمن اشرف في خط الظهر، حسام عاشور، عمرو السوليه، اسلام محارب واحمد حمودي في المنتصف، وليد سليمان ووليد ازارو في خط الهجوم. ان شاء الله يا امير كالعاده نكون مستمرين معاكم ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان باذن الله، نفرح مع كل جمهور النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات نروح لزميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من استاد برج العرب اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي. لك الكلمه يا شريف.